السلام عليكم ومبروك عليكم هذا النهار. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون اول حاجه بدا هي واحد الكلمه ديال الشكر. بغيت نشكر الاخوات ديالي، حباباتي، صحباتي، جميع 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 المتتبعات ديالي، يلي سول فيا، يعني خلى لي ميساج، يلي غير جاتو على باله وسول. يعني ما شاء الله هاد 3 ايام هذه اللي غبرت فيها على اليوتيوب، على القناه، يعني ما نزلت حتى شي حاجه. لقيت يعني بزاف 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 ديال التعاليق ديال الاخوات اللي كيسولوا فيا: غزلان اش واقع ليك، كنتمنوا المنع يكون خير، اش واقع ليك، ياك معيانه، ياك ما شنو نقول لكم البنات. واحد الاحساس رائع ما نكذبش عليكم، يعني ملي كيعودوا عندك يعني اخوات وحبابات وصحابات كيسولوا فيك الا غبتي، هذا راه واحد الاحساس رائع رائع رائع. يعني شنو نقول لكم البنات، لقيت تعاليق، لقيت يعني في الصفحه ديالي على الفيسبوك، يعني مصيبت لي ميساجات خاصه كيسولوني البنات اشنو المانع غزلان، شنو اللي غبرك علينا وانت يعني ما مولفاش تغبري. فعلا غبت هاد الايام، كنت يعني كان ندوز من واحد الوعكه صحيه، وقت الحمد لله انا دابا الحمد لله لاباس، يعني بفضل دعوه الوالدين ودعوه ديالكم بطبيعه الحال. جمعت صحتي الحمد لله وانا دابا لاباس، كما كتشوفوا راه وجهي مازال شاحب، يعني مازال كتبان فيا شي شويه عيانه، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كما قلت لكم كانوا عندي ثلاثه ديال الخواتات، صبحوا عندي عدد كبير 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 من الخواتات، وانا جد 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 فرحانه بكم. واش غنقول لكم، يعني واخا نبقى نشكر من دابا حتى ما عرفت شنو، ما غاديش نقدر يعني نعبر على داكشي اللي حسيت به هاد الايام هادي اللي كيجي كل دقيقه، يعني كنلقى ميساج يعني تعلق جاني، كنلقاه يعني خارج حيت كيوصلوني يعني كميساجات كيسولوا لي يعني في صحتي اشنو واقع، المانع خير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بكم كاملين، وانا جد فرحانه بكم كاملين. الفيديو ديال اليوم يعني غادي نحاول نوضح ونجاوب بعد الاسئله ديال الاخوات اللي لقيتهم يعني في التعاليق. يعني الفيديو ديال اليوم غيكون توضيحي او لا اجابه عن اسئله. غادي نحاول يعني الاسئله الاكثر اللي غادي نجاوب عليهم هما اللي كانوا في الفيديو ديال الهدايا اللي صيفطوا لي ميماتي من المغرب. لقيت بزاف ديال الاخوات يعني اللي كي يا هما هنا في امريكان، يا خارجين من يعني المهم خارجين من البلاد، يعني خارجين من البلاد وبغاو يعرفوا يعني كيفاش توصلت بالهدايا من المغرب. انا يعني كيفاش وصلوني هاد الهدايا هادو اللي شاركت معكم بطريقه بسيطه، علاش؟ حيت كان لوسي في المغرب، مشى يعني طويل، مدى لا الزوجه ديالو لا وليداتو لا حتى شي حد، يعني مشى هو بوحدو، مشى خفيف رجع عامر، حاجه باينه. المهم مشى طويل مدى حتى شي حاجه، يعني ملي رجع بطبيعه الحال ما غادي عمروه بالهدايا وصيفطوا معاه الهدايا. ولكن ناس هذا ما كيعنيش باللي غادي دير سلام سلام. سامي كيسلم عليكم، دير سلام، حتى هو كان يعني داز عليه واحد المريضه، ولكن الحمد لله لاباس دابا. قلت لكم هذا ما كيعنيش باللي غادي نشارك معكم يعني الطرق، يعني كيفاش يعني كيوصلوا لي الهدايا يعني من المغرب، بلا يعني ما كيكون مثلا لوسي ولا شي حد، يعني يقدر يكون لوسي في المغرب وجاي متقل، يعني كيفاش يجيب لي معاه. غادي نشارك معكم يعني اما البوسطه، ولكن البوسطه ماشي يعني ثاني تكون كيف ما شفتوا هدايا بحال هكاك، يعني فيهم ثقال والبراد ثقيل، لا ومازال ما شاركش معكم كل شيء، صيفطوا لي اتاي، صيفطوا لي يعني شي حويجات اخرين ما شاركتهمش معكم كامل. سامي مامي خليني نكمل الهضره، واخا حبيبي، واخا نكمل الهضره وانا معك، واخا يلا سير لعب الطوموبيله ديالك، سير، شكرا. كما قلت لكم البنات يعني ما كايناش غير يعني طريقه ديال يجيب لكم معاه شي واحد، كاينه البوسطه، ولكن الا ما كانش يعني بطبيعه الحال كوالا اكثر، يعني راك عارفين في المغرب كنخلصوا بالكوالا. الا كانت مثلا يعني شي كويلات شي حاجه بحال هكا، الواحد كيزعم يعني كتصيفط لي ماما بحال هكا من المغرب، ولكن الا كان يعني حاجه ثقيله ما يمكنش، يعني ما يمكنش غادي يخلصوا لهم كوالا في المغرب، كتبقى القضيه غاليه. كيكونوا انا الحمد لله هنا في امريكا يعني عندي العائله كثيره، يعني كيكون مثلا شي واحد جاي معاه من المغرب وواخا يعني جاي متقل كيخلصوا باليزه زايده، يعني كتكون باليزه زايده كتحسب عليهم وكيخلصوها، يعني كيخلصوها الدار وكي فهمتي، يعني كتكون باليزه زايده.
هاد القضيه وقعت لي حتى انا، يعني مره اللي جبت معايا باليزا، جبتها معايا لوسي، جبت معايا طلعت من المغرب ليه جبتهم، ما عقلتش بالضبط 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 شحال خلصت، واش 18 اولا 16، مهم باليزات زايده اباغ الباليزات ديالي يعني اللي عطاني انا، كانت فيها البنات يعني كنت مره وحده اللي جبت معايا باليزه من المغرب، جبتها معايا لوسي. مهم كتكون العبار نفسها نفس العبارات اللي عندك، يعني جايبه 24 كيلو حتى هي كتكون 24 كيلو. خلصت عليها كما قلت لكم واش 16 اولا 18، ما عقلتش على الثمن بالضبط بالضبط بالضبط. وهاد الطريقه يعني كنديرها حتى من هنا، يعني حتى هنا في امريكان، يعني مثلا بغيت نصيفط شي حاجه من هنا يعني للمغرب وعندي يعني البالز ديالي تقال، كنزيد الى كس غدا انا يعني كنزيد باليزه وكنخلص عليها من هنا، كنخلصوا عليها يمكن 150 دولار. المهم من هنا من واشنطن، من بلاصه اخرى ما عرفتش، المهم انا كندير على هنايا. كنخلصوا عليها كما قلت لكم يعني 150 دولار، اولا الا كان شي واحد يعني من العائله ولا من الصحاب، انا الحمد لله كما قلت لكم يعني هنا عندي العائله بزاف بزاف بزاف، يعني كيكون غادي شي واحد معاه مثلا عنده ثقل بزاف كان وباغا نصيفط يعني شي حاجه كثيره كنخلصوا باليزه، اما الا كانت غير شي حاجه خفيفه راه كيخشيوها في الباليزه ديالهم وكيديوها معاهم الله يكثر خيرهم. بالنسبه للاخوات يعني اللي سولوني على سدادر طلامات هادشي يعني الثقيل، انا سبق لي وحطيت في سبق لي يعني شاركت واحد الفيديو في القناه، غادي نخلي للاخوات اللي باقي ما شافوش، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، باللي السدادر ديالي يعني درناهم حنا يعني انا والزوج ديالي اللي صيبناهم هنا في ميريكان، صيبناهم يعني حنا راسنا يعني ما جبناهمش من المغرب، حيت كنلقى بزاف 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 هاد السؤال هذا، البنات مساكين يعني اللي باغين يجيبوا سدادر باغين يجيبوا يعني الفراشات من المغرب، خصوصا هادشي يعني الفراش البلدي، وكيسولوني وانا كنقول لهم اودي راني انا صيبته هنا في الدار عمرني يعني ما جبت شي حاجه كثيره من المغرب، يعني سدادر فراش هادشي بحال هكا. غادي نخلي الاخوات يعني الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف، راه شارحه فيه كلشي، سدادر منين خديتهم هادوك ما طلعت منين خديتهم، العود يعني منين شريتو، يعني غادي راه مخليه كلشي يعني شارحه فيه مزيان مزيان مزيان، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، رجعوا شوفوا غادي تلقاو فيه ان شاء الله جميع المعلومات اللي كيهمو السدادر، يعني اللي بغي بحال كيخدم بايدو اولا. مهم راه كاينين حيت في هذاك الفيديو يعني لقيت بزاف ديال البنات اللي كانوا كتبوا لي بعد النجاره، بعد نجاره مغاربه يعني اللي كيديروا السدادر ديالنا كيديروا يعني الفراش ديالنا. غادي نحاول نخلي لكم حتى هما يعني نرجع انا للتعليق ونحيد ناخذ هذوك ناخذ يعني التليفون وداكشي ديالهم ونخلي لكم حتى هما في صندوق الوصف ياك. بالنسبه من هنا من امريكان للمغرب، حيت ثاني لقيت هذا التساؤل يعني اللي كيبغيو يديو فراشات وكيديو كاين يعني وسيله واحده هي الكونتينر، حنا عمرنا يعني ما دينا فراش من هنا من امريكان للمغرب، ولكن ناس ديت طوموبيل، يعني الزوج ديالي صيفط الطوموبيل من هنا من امريكان صيفطها للمغرب كونتينر تقام 2000 دولار، ولكن ناس ما مشاتش يعني طوموبيل بوحدها، مشات الطوموبيل ومعاها شي حويجات، فمثلا البنات اللي في حنا هنا في سميتو في الكسندريه، يعني ما عنديش يعني معلومات كبار على هاد الناس ديال الكونتينر، حيت كاينين اللي كيصيفطوا يعني باليزات بحال هكا فيهم حوايج كيصيفطوا مع الكونتينر بحال هكا وكيديوهم للمغرب. انا ما عنديش معلومات كثيره 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 على هاد الموضوع هذا، من غير كما قلت لكم يعني الحاجه اللي حنا صيفطناها، يعني الطوموبيل حنا صيفطناها كما قلت لكم 2000 دولار، 2000 دولار باش خلص على الزوج ديالي، كانت في المغرب مده ديال شهر، كانت في المغرب يعني مشات في الباطو. ها ماما يلا دير لهم باي باي، دير لهم باي باي، دير لهم باي باي، دير لتاتاوتي باي باي، دير لهم باي باي، تاتاوتي باي باي. يلا خلينا ماما خليني نكمل الهضره، انا نهضر مع خالتك. واخا نكمل الهضره. واخا بغيتي تقرا ولدي، انا سمير باغي يدخل يقرا. بالنسبه للبنات حق اللي كانوا سولوني على القرايه، هذا هو الوقت البنات يعني اللي وليداتهم ولا بناتهم، قد ولدي سامي عنده دابا 3 سنين، ومهم في شهر 7 غادي يدير 4 سنين، هذا هو الوقت الا بغيتو تقيدوهم، حيت انا صافي ان شاء الله هاد
شهر 12 ان شاء الله هذا الوقت هذا غادي نمشيو ان شاء الله باش نسجلوه باش يتسجل عندي ان شاء الله يبدا القرايه. وهادشي اللي هو اللي كيدير دابا راه كيطلق يبان لي اي باص اي طوبيس غادي ديال المدرسه كيقول لك ماما نمشي نقرا. واخا مامي واخا. بالنسبه كنتمنى يعني نكون جاوبت على هاد الاخوات يعني اللي سولوني على كيفاش الهدايا يوصلوا للمغرب، وشاركت معكم يعني داكشي اللي انا عارفه والطرق اللي حنا يعني كنقدروا نصيفطوا بهم اولا كنتوصلوا بهم من المغرب من غير البوستة. يعني حتى البوستة يعني ملي كتبغي تصيفط من هنا للمغرب بالباون بطبيعه الحال، ولكن الا كانت يعني ثاني شي حاجه كثيره راه كتقام غاليه 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 بزاف. يعني الا لقيتو يعني كيفاش بحال هكا الكونتينر اولا يكون شي واحد غادي من صحابكم من العائله من هكا اللي تخلصوا له باليزا وتما يعني تلقاوه في المغرب يعني يلقى شي حد اللي ياخذها له من المطار يعني اللي تلقى له من المطار الا ما كانش يعني في نفس المدينه ولا بعيد ولا. الفيديو اللي كنت حطيت اخر فيديو حطيته من بعده يعني ما بقيت حطيت والو يعني جاتني هذيك الوعكه الصحيه وما بقيت حطيت شي حاجه، هو الجوله في غرفتي او روم تور اللي صراحه قال يعني وصلوني تعاليق ايجابيه زوينه 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 بزاف والحمد لله. يعني كيف ما حطيت الفيديو وكيف ما حطيت يعني الافكار اللي بغيت نوصل وصلوا الحمد لله، ولقى يعني التفاعل ديال الاخوات بزاف 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 الحمد لله. يعني جاوني بعد الاسئله على هاد اللمبات اللي انا دايره في الحيط حيت ما كنتش دويت عليهم يمكن ما فسرتش عليهم بزاف. هادوك اللمبات علاش انا درتهم في الحيط؟ لحقاش يعني كيف ما شفتوا ما درتش الكوافوزه، ولكن الا كنتي دايره كوافوزه ودايره هذا الفيوزه فوقها ما غادي تجي هذيك اللمبه في الحيط، هذه حاجه باينه. هادوك اللمبات راهم ماشي بولات، يعني ماشي بولات كيتحيدوا وكيداروا، لا هادوك شمعات بحال الشمعات كيخدموا بالباتري. بالنسبه ليهم منين خديتهم بزاف البنات اللي سولوني منين خديتهم خديتهم من 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 الراس، وكاينين حتى في هوم جودز كاينين. الثمن ما عقلتش على الثمن، يعني ما عقلتش عليهم شحال خديتهم، غير هما راهم زوينين 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 كما شفتوا. يعني طفيت الضو باش تشوفوا هذاك، ولكن ما دويتش داك الضو ديالهم يعني بحال شي شميعه مشعلاها وبحال هكا كيديها الريح وكيجيبها، يعني داك الضو ديالهم كتبقى ديك الشميعه هكا، يعني داك الضو يعني ماشي ما كيبقاش يعني واقف كيبقى يميل. واحد المنظر ديالهم زوين 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 بزاف البنات، يعني الا لقيتو غير خدو. هذا يعني من جهه ديال هاد الشميعات اللي سولوني البنات. كنظن يعني هادو هما الاسئله يعني اللي بقيت عاقله عليهم. إذا كان شي تساؤل اخر مرحبا الخواتات مرحبا الحبابات مرحبا احباباتي، خليهم لي في التعاليق وانا معكم ان شاء الله نجاوب على جميع التساؤلات ديالكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعني باش يكون خفيف ظريف عليكم، ونكون يعني جاوبت على التساؤلات ديالكم ونكون طمئنتكم عليا. وهذه يعني صراحه قال هذا هو الهدف اللي خلاني درت هذا الفيديو، وباش نطمئنكم عليا ونقول لكم الحمد لله انا لاباس ونشكركم. وكلمه الشكر يعني قليله 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 بزاف كم، حيت يعني فرحتوا لي قلبي يعني كما قلت لكم يعني باش يعودوا ما غنقولش 100 ولا 200 غنقولوا الافات ديال الاخوات اللي كيسولوا على صحتك. ولك ماشي من عوايدك صغير باغي زلان اشنو واقع اشنو جاري لعل المانع خير. شكرا 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 لكم بزاف، وكنتمنى ايامكم تبقى كلها فرح والله يحفظكم من اي اذى واي شر. وبالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي دعي معنا كندعى معكم يعني من قلبي الخالص، وكنطلب يعني اي اخت تلقى يعني شي بنت كتبت لي في التعليق باللي مريضه باللي عندها بنتها مريضه باللي شي حاجه بحال هكا دعاو معاهم لحقاش دعوه الغائب مستجابه. وانا يعني فيما كنقرا شي تعليق كندعى معكم يعني من قلبي، واخا يعني ما كنخليش لكم شي حاجه لحقاش يعني انتم طلبتوني باش ندعى معكم كندعى معكم من قلبي. يعني كنتوجه الله وكندعى معكم، الله يشافيكم الله يشافي اي مريض وكنودعكم في يد الله.